معايا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن فاروق جعفر. يا كابتن فاروق مشرف ومنور دايما، سعيد بتواجد حضرتك معايا. ازيك، اخبارك ايه؟ الف مليون مبروك النهارده نادي الزمالك. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك. مبروك للزملكاويه، مبروك لمصر وكل الناس النهارده فرحانه، وكانت مباراه كويسه والزمالك ادى شغل كويس في ملعب الحمد لله. كنت بتكلم دلوقتي على جوزيه جوميز يا كابتن فاروق، بقول ان المدرب واضح بصمتهم، يعني كل يوم بنشوف بصمه جديده لجوزيه جوميز مع الفرقه، حضرتك بتستشعر ده برضو؟ يعني انا في المباريات الدوري العام هو المفروض بيلعب بفرقه، فجت اتغيرت الفرقه بقى في استبعاد المباراه الاولى، استبعاد ثلاثه كانوا اساسيين، زيزو وفتوح وشلبي، كانوا الثلاثه اثروا على الفرقه المباراه الاولى. المباراه دي النهارده الزمالك ادى بشكل كويس جدا، الشوط الثاني الشوط الاول كسب المباراه، خلص المباراه الشوط الاول، الشوط الثاني لعب كوره جماعيه بشكل كويس، في تنظيم في الاداء، الاطراف زي ما انت كنت بتتكلم، يمكن النهارده كنت بحلل المباراه فكنت بتكلم على فتوح حاجه ثانيه بقى، فتوح ده كل شويه بيتطور باداء، يعني يلعب في اي مكان، صانع العابه وبيلعب ظهير ايسر. الناحيه الثانيه عمر جابر كان كويس جدا النهارده، زيزو كمان كان كويس جدا، يعني بعد او على فكره اول لمسه لمسها زيزو النهارده، انا بقول في التحليل اول لمسه لمسها زيزو الكورنر اللي جه منها الهدف. كمان شلبي النهارده كويس، بس شلبي شويه كده يعني خرج عن النص شويه، لكن عموما الاداء بتاع الزمالك بتاع الشوط الثاني مبشر، ان بيلعبوا كره جماعيه، التسليم والتسلم بشكل كويس، ثقافه الاداء الجماعي موجوده عند الفرقه، الانتشار كان جيد. طيب كابتن فاروق، بالمناسبه عشان بما انك ذكرت هذه الواقعه، يعني واقعه مصطفى شلبي النهارده، كنت لسه هتكلم فيها بعد شويه واقول انه الله اعلم بالنوايا، انا ما اعرفش هو كان قاصد ايه، ولا كان قاصد حاجه، ولا مش قاصد حاجه، ولا بس انا بتكلم، عايز حضرتك بقى وانت نجم كبير واسطوره من اساطير كره القدم المصريه، احتفالات اللعيبه دلوقتي بقت احتفالات غريبه شويه، يعني النهارده من كام يوم كان محمد عبد المنعم، بس محمد عبد المنعم طلع وقال انه كان عنده اصابه في البطن، بس حاجات كلها تثير الشك. يعني اصلا الخطا ما بقاش ليه مبرر، يعني الخطا خطا تحاسب عليه، لازم يتحاسب عليه. يعني هو غلط ولازم يتحاسب عليه، وده هيبقى ده قرار الجهاز الفني والمدير الكوره، هيبقى قرار يعني. لكن النهارده يعني الاداء بشكل كويس، هو النهارده مصطفى كان كويس، ما كانش كان يعني كان كويس احسن الماتشات اللي فاتت. صح. عموما الزمالك النهارده يعني هو والاهلي فرحوا الجماهير المصريه في اسبوع، يعني جايبين 6 اهداف في اسبوع وما دخلش فيهم ولا هدف. دي تتحسب للاثنين المدربين، سواء لكولار او سواء لجوميز. صحيح. النهارده الفرقتين ادوا، الفرقه النهارده ادت بشكل كويس، انتشار جيد جدا الشوط الثاني. الشوط الاول كان ممكن في الظروف الرطوبه ممكن الزمالك ده انزق في حته العشوائيه في الاداء، ولكن اللعيبه كان في سيطره عليهم في الملعب، والمجموعه اللي لعبت سامسونج يمكن لعب في حته مكان مش بتاعه، لكن لعب فيه كويس جدا. سيف الجزيري النهارده ممكن مش في حالته، لكن كان الانتشار واداءه الحركي ادى مساحات للعيبه نص الملعب. يعني الفرقه كلها كانت كويسه، وانا بخص يعني بصفتي لعيب كره او مدرب الترفيه، ان النهارده هم اللي كانوا مؤثرين بشكل كبير في نادي الزمالك، زيزو ومصطفى شلبي والظاهرين كمان فتوح وعمر. يعني ادوا بشكل كويس جدا. عموما النهارده اتكلم بقى على، يعني انا وجهه نظري نجم المباراه الاول هو عواد. عواد النهارده 4 5 انفرادات بيشيلهم ثقه، يعني انت دلوقتي قاعد تقول انا عايز اجيب حارس مرمى، عايز اجيب، ممكن تجيب حارس مرمى يلعب على عواد بالحاله اللي هي فيها عواد دي؟ مستحيل. زي ما انت بتتكلم سيف الجزيره هنجيب واحد ثاني، هو بعد مباراه الاهلي ما سيف الجزيري جاب هدفين، حد يقدر يقول هجيب لعيب يلعب على سيف الجزيري بعد ما جاب هدفين في النادي الاهلي؟ يعني لازم الحاجات دي فيها تريث شويه، الكلام مش بعد كل مباراه نقعد نتكلم.